الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون معاشر عباد الله المؤمنين يحدثنا كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم حنظلة بن الربيع يقول خرجت يوما من البيت فلقيني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال يا حنظلة كيف حالك فقلت له نافق حنظلة قال أبو بكر سبحان الله ما بك قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا بالجنة والنار كأن رأي العين ونخرج من عنده فإذا خرجنا من عنده عافسنا النساء والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا منه قال أبو بكر فوالله أنا كذلك أي أنا أحس بنفس الإحساس فانطلقت أنا وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخلنا عليه فقلت له نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بك قال قلت نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا النساء والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا منه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أنكم تكونون كما كنتم عندي في الذكر في العبادات بنفس اليقين لصافحتكم الملائكة في الطرقات أحبتي في الله ما لحنظلة نعم لنفس البشرية أحوال ترتفع وترتقي أحياناً
وتخفق تارة أخرى حسب الأوقات وحسب المكان. فلنتساءل أنفسنا، هل نحن الآن مثلما كنا في رمضان؟ ما لنا؟ كنا نصلي الصلوات الخمس في المساجد ونتنفل، كنا نقرأ القرآن ونتدبر في آياته، هل نحن الآن في نفس الإحساس؟ كنا نجلس في المساجد ونعتكف ونذكر الله عز وجل وندعوه ونبتهل وتدمع أعيننا ونبكي على ذنوبنا، ترى حالنا كما كنا عليه في رمضان؟ ألم تخلو المساجد من المصلين؟ ألم نقتصر على الفرائض وتركنا قيام الليل بعد التراويح والتهجد؟ ألم نطلق زمام شهواتنا وهوانا؟ إذا كان حنظلة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب وحيه يخاف على نفسه النفاق بسبب ماذا؟ بسبب ضعفه وهوانه وتقاعسه وتراجعه عن العبادات والإحساس الذي كان يحس به عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قال الحسن البصري: لا يخاف على نفسه النفاق إلا مؤمن، ولا يأتمنه إلا منافق. يقول أحد التابعين ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. إذن أحبتي في الله، لا ينبغي أو لا ينتظر منا أن نكون كملائكة أولي أجنحة مثلى وثلاثة ورباع. نحن بشر، نخطئ ونصيب، نجتهد في العبادات ونقوى تارة ونضعف تارة أخرى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته في سنتي فقد أفلح، وفي رواية فقد هدي، ومن كانت فترته في غير ذلك فقد هلك. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع شكوى حنظلة بن الربيع قال له: يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة لربك تجتهد في العبادات وتحفظ حقوق الله عز وجل وتعمل الصالحات، وتارة لنفسك، إن لنفسك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأت كل ذي حق حقه. معاشر عباد الله المؤمنين، عند تلك حديث تعلق يا نبي عليه الصلاة والسلام وحي صافي وجه مكاكري ونوان بسوي نقرنا يا حديث ينان تجباج يني قلس حديثنا حنظلة بن الربيع البالا راس حديث المياره حديث في صحيح مسلم يعلم عندك بيولد نقر تملك كبلوت راس دبر وتعصر لتوت سل راس احوال ودعوا ميلان من قال له
كابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه تجنن السلام عليك يا حنبلة كيف حالك يا الله سلام بانت لايون يا حنبلة انديت نار ابو بكر توني باك حنبلة منافق ولو الله يستنكت على بطان صحابة يا نبي عليه الصلاة والسلام وحي صافي منافق لون عيشن أبو بكر نلقته سبحان الله ما بك من هو لنو من قد مالت يا أبا بكر نبي يزند النهننا سل جنة سل جهنم يا الله ملك تنقى سنقرون يقيناتن طارعنا كاننا نكب عيناتن فيت لفيت دم من عين من السمان هذا هو الإيمان بالغيب سل جنة سنقره سنقره إيماناتن كف كان كاننا نشم رائحة الجنة جنة شتاب من ناشد تأكلوا للسمان المتلو بإيماناتن لكنا عاون في اللي في تاجل اللي تقلتوا لن يمنا يكنوا يقين للنل من القبة لزين رسول عليه الصلاة والسلام والجنة حق والنار حق يالت سنجعلنا من سنقرنا في اللي في تاجل الله رأي الحين بزي بسونا عيناتنا يمنا يكنوا اركتنا هنا جنة من التنككوا كسات شوتا قبس وطاقن كمستو تشاتنجار كليجو تشاتنجار كدنيا غارين نكلات ألمنا كنسو غاج عواتا وستن غبارنا أبزان يون نغر أن نرسوان لنا يما ينين بشتان على أبو بكر أبو بكر الصديق الله أكبر من فوق سبع سماوات يمسكر اللت إلا إن يعرضون نقروا له إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى يا لون أبو بكر قام أو يهنم سميتنا يهنم بشتانا ناول الله ملك تنياني دارنا تعيزه درسوا نبي عليه الصلاة والسلام يا قبونا نبي عليه الصلاة والسلام حمد الله أنت قدم دقة من الله يا الله ملك تنياهوي حمد الله منافقون على الله من هنا نوابت أنتو قاس النهون سل جنة سنقرن سل جهنم سنقرن في النفي تأكل لا يتزر قطوي متايين يأكلنا ومسمان لجنة من قواب كجهنم من سقا ومن نافقفق ومن فرا زر بلن كانتو تقبون بيت سنين كالجو تأكل كمستو تأكل تقلاقرن دنيا حياتو سنقبان نافزان يوم نقر نرس علم يزيهن السميت الزاه سميت يلنم ماذا كان جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم نهم نفس بجيب عن لتشكيت عمل عنهن أنا يزند أن نبرات ما كزي والتاجون بزا ومتكتلوا بالتون ما ملائكة من قال لا يهدات ظاهر في اللفتات يمتات تتبتات نبرا ملائكة يا أندان باتشون السلام عليكم يا محمد السلام عليكم يا أحمد يا لي يا أندان نسو يا خليج يا فاطمة يا لك جاتشون تشبت الناس سلام تلاتشون أبر لتون واتسلون مالو لمن إيه مريت وسبت على الله كتكا كافر يتفتر نبت لمودة تاتشمي قد تتنقر على الله سولج ملائكة لونا يسلم سولج بعندي إيمان كفت على لهنا يتلم يمؤمن إيمان عندي كف عندي زك لا يملائك إيمان فيكس لنو لا يتعجل لنو يعني أوت إيمان كرسالة وجمره لا يوتر مينا أما باقل ليلة وصو إيمانه لا يتعج اندي يالنا حتى نلقى الله عز وجل في حديث اللي من عمد تهبل استحالاتنا من ملكت برمضان لمسجد يعلن قد على وين لقرآن يعلن فكر كقرآن دار ينبر القرنيت على وين إجاتنا صدقان للزاوية تزرقان وين ملاساتنا مكتباتنا قد دائم للزاوية تروا على وين
نعم يا جزيهم يتكبر جزينا عكاش بركات أنا جروش نبر برمضان است بعبادة بنتنكر كقرآن قال فكرة أجن اللي تبك كمسجد قال كن اللي تأجن كفندل ميارقو يا الله رحمة الله شيطان تصرع نفسية تقدم عليك عند الزاد النون أي تبك أبنا لكن ملو بملو تزناكت ليلة حالة استمقبات يلبن لزين رسول عليه الصلاة والسلام ياندان بسرالو بتقام كف على كف تاينور ولا يعني بتنكاري من السراب بتجزي ينور على عندسه أمورالو نشاطو ملو حيلو أكمو تسلسبو وده عبادة فتن ميازور بتجزي على لك رمضان وسنن من نادر قوة بسان يوصل كذابو هلاس ولكل شرة فترة ما الزناغات نتعلا مسنف مركن نتعلا بزي من الزناغات قزيب كني سنة كني من قد يالوطانا سنفناهم ما الزناغاتهم ما الداكمهم بزاو محوار بزاو ساركلوست يونان دولا طرو من قل لينا يالله الرسول عليه الصلاة والسلام بزاو الزناغات حياتي استغن كمن قد يوطان دولا تفتوالا تلانت الناس النار إذا يوكي من البران دون زاري واجب ولا يمتن يالن دون ملكام يوني قزيل مكفلا يه منافق النتن ميرن برقط منافق النتن بحاسات الله مسقات يه إيمان مقر جار حسن البصري منافق النتن برسول الله إمي فرا مؤمن نوالو منافق النتن إمي تمام من دقمو منافق نوالو منافق عرل لهم بلو درت النفط من سو منافق نوال لمن عبد الله بن أبي مليكة من باران بتابعين من الأهل سراسا نبينا عليه الصلاة والسلام صحابه در الشباب جوال لون كل جو براسا جوال ميفروت نقرب نوال منافق النوال يه منافق النوال النزا يزف عليه منافق النت مجلت عيونه يتقبارون هنا يا اعتقادوا عين اللي من الناس ويهو تنشوا النقر نبي يزن بنبه ربة حالة بالمهنات وراساتهم بمنافق النت ترى زاري سنياس أين نحن يهتنا يا لنو كند الزائنت كند النزائن السوت راساتهم تماما مؤمنا بلن لا لنك أمت أي قبار طالقوا صحابي ولدتني وخليفة عمر بن الخطاب حذيفة بن اليمان قامت عنا لك يا حذيفة أنشدك بالله حذيفة بن اليمان مارت يا نبي عليه الصلاة والسلام مسترينانات يمنافق وجه سم زرزر لبزو صحاب وجه يالتنقروا مستر وجه السوغار نيالت تكدنوك السوغار نيالف من نقر يالب باتش وجه تنقر بالله جهال لهن يالت عمر بن الخطاب يا الله ملكتني يا بمنافق وجه زر زر استسمين ترتوني على وين لا والله عمر اللي ترى يشبه لكن يفرع أنا غير ما يفرع زارين يا بملاس هاتشن منافق إنه تكروك هاي اللي مزور هاتشن نعلو لما ساري قلت بس راك مني قلنش وتنفك إنه وسط رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان وفي رواية ما إذا خاصنا فجر يا منافق مجينة جاء سوستنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق عملي تقبل منافق أنه سنادر واشا الله وش تراسو عنده يا منافق أنه مجينة جاء يتعمل عنده أنا أمانا ونبالا الله يكدان قال كدان يقبان دوني أفرسان وإن بيمو بوشت يموقتان يسوع يالون الحق لموسى بوشة موقتان ركنا نويك النزينة التكبارات نزينة تنقروا يسلقوا بعبادات جلنا يراسات جو تسنو سلا الله جونا بذباتات جل بسناتات جلنا تسنو سلا الله جونا تارا كنيا من دلنا متبقوا ملايكا مهون سايون نقر قن وردن تاج مكرة اللبن اندن نسعنا كنيا قسو نقروا تستهدوا قرآننا إيمان أبو رسول عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب
فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. إيمان يا رجال لا لك لبس دم يارج بوسطاتشو إيمان بقلباتشو استعمل إيمان يا رجال كلبس ستلبس وستاتو من يعني يمركون يغير يا رجال دم يار مالت الله إيماناتشو إن يارجس اللاتشو الله لم ينوال بدأت الماري بدأت الماري دغمو إيماناتشن سألتو ديكتل عادل تبلك وقاش نجر برمضان يتنم عمدنا وقرآن قرآن ህይወታችንን ነው ያድሳል ሩሃችንን ነው ያድሳል ኢማናችንን እንድጻና ያረጋል ለዚህ ነው وكذلك اوحينا اليك روح الى قال الله روحا من امرنا قران እንድንጻና ያረጋል ለናጻና ነው قران من ننبه الليل على الله سبحانه وتعالى قران كل قران የሚቀራሰው ኢባዳ ላይ ጸናት ይኖራል ኢማኑ ላይ ጸናት ይኖራል ثبات نوران كذلك لن يوص دعاء أوصى النبي صلى الله عليه وسلم شداد بن أوس فقال له يا شداد إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز أنت هذه الكلمات فقل اللهم ثبت قلبي على الإيمان ሰዎች ሀብት ወርቅና ብርን የሚያከማቹ እንደሆነ አንተ እቺን ከሊማ አከማቻሉት አምላኬ ወይ አስናኝ ጽናትን ከአላህ መለመን መጠየቅ ማለት ነው። ረመዳን ወጥቶ ዛሬ 17ኛ ሸዋል ላይ ሆነ ጁማአ 6 ሰዓት ነው እየመጣ ነው ያለነው ጀማአ 6 ሰዓት ነው እየመጣ ነው ያለነው ጥያቄ ለሁላችን ነው ማለት ነው። ይሄ በጣም ያስፈራል ያሰጋል። ጁማአ ሰላት ዋጅብ ነው። የመጀመሪያ ወቅት የመጣ ሰው ምን እንደሚያገኝ በሐዲስ ተገልጿል። ሁለተኛ ሶስተኛ ኢማሙ ምንበር ላይ ከወጣ በኋላ የሚመጣ ሰው የሚያገኘው የሰላት አጅር ነው። ንዛ የተደረደሩት ግመልን ማረድ በግን ማረድ የመጨረሻ ዶሮ ማረድ የለም ምንም አይነት ተጨማሪ ነገር የለም ፈድል ሰላት ጁማአ ግይቶ መሄድ ይሄን ፈድሉን እናቋለን። ሳምንታዊ በዓል تلك عبادة صحيح كوتات شباتشو قناتو تشوست بلاتو تنبلو مالت يوم الجمعة برمضان بيان نبرا كتوات جمرون افزان يوصو ميمتا اندزان دلونا يتبكا قناعون يعلون نقر لكرنا. إذا أحبتي في الله ليلن يوص كمان قار نولواتشن يسبال ولواتشن يسبنال አብሮን የሚሆኑ ሰዎች የምንውልባቸው ቦታዎች ጭምር ይስቡናል። አላህን የሚዘከርበት ለእስላም የሚወራበት አላህን የሚያወሱ ሰዎች ጋር መሆንና ስለ ዱንያ ብቻ ስለ ዓለም ብቻ ከሆነ መጎተቱ አይቀርም። እኛ ብቻ አይደለም አላህ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ጭምር ይስባል እና ተጠንቀቅ ብሏቸዋል። ምንድን ነው ያላቸው? ወስብር ነፍሰከ مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي نفسن استاغس كمان قال طوات ما تا جيتاچون كملمنو سوتش قال راسن اسرزا ولا تعد عيناك عنه كنسوا الشاغل الى في النغات تيد ليلوچو يزو بيزي يارغوحال ود ليلى نغير يوسدوحال الىچوال نبيون الله ينم يستنقيقاچو كونه ما بالي وبالكم نينيا احوال من لهن تياكي لهم مالك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين أحمده حمد الحامدين وأشكره شكر الشاكرين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر عباد الله المؤمنين
أيها الإخوة والأخوات ود ونموت ود هتوت صنات مزنات بعبادة لاي بإسلام لاي بطاعة لاي لان سنة مياركون بركاتة طلاتو تشالو نزل ليتن ماوك عن لبن تلقو طلاتات بيان دان دو بوتا بتبلو ينان هركت ميت تبابك شيطان الله سبحانه وتعالى لا يزتوال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين بهل من جدات شولايك أمت الله تشوال لهم النار بهل وقتات شوال كفيت كوالا ككن كجرا أهدبات شوال لهم بزوجات شو يانتهون واتاقنيات شو ما تأمات شوال لك أنت من قد أسوطات شوال لهم زتوال لذي الله من بلا استنقونا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطان تألات أتشون إن أنتم تألات أدركوا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور نازنا قاتش شيطان بلا الله استنقونا عنده تلقوا تألات أتشون شيطان نمارس ولتن يوم تألات أتشون نفسك ابن آدم نفسك التي بين جنبيك براسة نفسية إن النفس لأمارة بالسوء أستنكك ونار الله سبحانه وتعالى نعم نفس صوت درجان ومعلموت جاسك المتوات مطمئنة يونت نفسا لك من المعينة يا شيطان برشا إلى الله من المعينة نقر نقرأ براسوة تأزاز ساون بسوية تأزاز متنكساكس نفس يتكيتوش نفس يا أنبياء إن زاي صحابوش اللهم بلوني ترات نفس المطمئنة نيانات ولدتن يوها نفس لقوية تشاركتن الجسوان النفس اللوام وانجل تسارات لك تدنقطع لك تملس عليك ويت الزناق لك تلو تملس عليك الصامي تكبرك سلونك تزفك على مكرته الله وكنا كبر سطات من بمادرك بصوا بممان لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أملا له إن يالي يحكي نفسها رأسها بمتوكس نفس تزفك على الكرج وانجل سرطاب وانجل وعيس أنك تلو بلات من أوك أن توبا يقبات نفس بسوا ملال لولا الله سبحانه وتعالى سوستن يواجن يطفات نفس نفس الأمارة بالسوء لقوام بتعم يسفى اللقات بيانس ولو لدتن يوان دتمت على مادرق نمتعر يعلبت بات يمتنقك يعلبني طلعت ليلاس هوا سميت نعم سميت سبال إني كسميت صدى ونجل أيام دام بسو سوغا ستالنا ترقا سميت نوني سميت اللي كيف أنتنا نبي الله داودنا متبلطو نين نبي الله داودنا متبلطو نبي الله داود يقول الله سبحانه وتعالى فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب نفس سميتنا تكتل على الله سبحانه وتعالى سميتنا تكتل لما نبي الله داود فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله هي زنبلو سميت المكتل في الله أبو تعالى مرود صنات ثبات كمي فتات نقروش تستع إذا أحبتي في الله رمضان بيوتام برمضان استنبر أحوال مولو بمولو اندنور بايت تبك ابنن لكن بزيد رجال دمو مورد اللبنن راسات جنن بي يجزو قوم ببنن مقم قم مشارع اللبن نعم هم بلا منافقون وين اللم تنش درج جاو زك سلبت دنقطون ويعمل هذا الرجل بطعم سوردس سولج دنيا كدنيا درشا لنوره يقبل لمزنانات لمتشاوت حلال بهونه من قد لنجوتشم لمستم مستم لبال عندو لعندو حقون تبقو مستثمة شارع اللبت
لكن كالله حق لي أزناقان كواجباتك لي أزناقان كتفطر نلد على ما لي أزناقان قد أي قبا كمسجد يراك بأن قطر يهلو تلاتو تشاكشن لهلو تلاتو تشاكشن تقالا جنونا لنا لشيطان تقالا جنونا لنا لنفسية تقالا جنونا لنا لسميت تقالا جنونا لنا ወደ حرام ወደ መጥፎ ነገር ለምትጣሩ ነገሮች በሙሉ ተጋላጭ እንሆናለን ወደ መስጂድ በቀረምን ቁጥር ወደ ቁርአን በቀረምን ቁጥር ጓደኝነታችንን ከሳሊሆች ጋር ባደረግን ቁጥር ቆም ብለን ነፍስያችንን በገመገምን ቁጥር ጽናታችን ከፍ ያለ ነው የሚሄደው መዘናጋት ውስጥ በገባን ቁጥር ግን ይራቀነ ነው የምንሄደው ማለት ነው الله سبحانه وتعالى صناته نستن الله كسو صنو باروج الله يدركن ألا صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب نبيك محمد وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا في طاعتك اللهم إنا نسألك الثبات على الحق اللهم إنا نسألك الثبات على الحق اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألف بين قلوب المؤمنين ووحد صفوفهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصر إخواننا في السودان اللهم انصر إخواننا في السودان اللهم اجمع شملهم اللهم أزل الفتنة من بينهم اللهم احقن دماءهم اللهم احفظ أراضيهم يا قوي يا متين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم أدركهم برحمتك اللهم أيدهم بنصرك اللهم سدد سهام المجاهدين اللهم سدد سهامهم اللهم اجتد وطأتهم على أعدائك وعدوهم يا قوي يا متين اللهم عليك بالصهاينة المعتدين اللهم عليك بالصهاينة المحتلين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم جعل بأسهم بينهم يا قوي يا متين اللهم حرر المسجد الأقصى من يد الخونة المجرمين اليهود الغاشمين اللهم وفقنا الصلاة فيه يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد يا قوي يا متين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر